دي كانت تالت مناظرة ليا. أنا حضرت كل المناظرات بتاعت إقنان الشكر طبعًا، كل مرة بستفيد يوم عن التاني وفي نولج بتزيد مرة عن التانية. الموضوع بتاع النهاردة طبعًا كان سكوك الإسلامية. طبعًا دخلت كان عندي معلومات ناقصة كتير، وكان عندي مكنتش عارف إن أنا أقول نعم ولا لا. امتنعت في الأول عن التصويت، بدأت إن أنا أسمع الطرف ده والطرف ده وأسمع أسئلة الحضور، بدأت بعد كده أتفاعل وأسأل وكل الكلام ده. في الآخر استقريت إن أنا رأيي إن أنا كنت اكتشفت في الآخر إن أنا يبقى لازم أبقى معارض وكده، طبقًا لمجموعة من المعايير اللي أنا اخترتها، منها معيار النوليدج، معيار الحضور ضافوا لي إيه، الضيوف ضافوا لي إيه، والمناظرين دكتور أحمد عزت، كل الكلام ده. سعيد قوي إن أنا كنت معاكم، ويا رب دايمًا من نجاح لنجاح. إخلاني شكرًا.